يواصل الجيش الإسرائيلي استعراض عتاد وصناديق من الذخيرة، يقول إنه عثر عليها في مخابئ ومخازن تابعة لحزب الله في المناطق التي توغل فيها. لكن ليس هذا هو السلاح الذي تبحث عنه إسرائيل، بل تريد الصواريخ والمسيرات وأسلحة استراتيجية أخرى تحاول بين الفينة والأخرى استهدافها عبر غارات جوية طالت حتى قلب الضاحية الجنوبية في بيروت. وفي رده الغاضب على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار، أوضح نتنياهو أن هدف الحرب ضد حزب الله منعه من تنظيم صفوفه وإعادة تسليحه مرة أخرى. إسرائيل تعمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية حتى لا تتمكن بعد الآن من تهديد مواطنيها على الحدود الشمالية وتسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم بأمان. إسرائيل لن تقبل أي ترتيب لا يسمح بذلك ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه وإعادة تسليحه. سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رفع الشعار ذاته ضد حركة حماس في غزة أيضاً. في اليوم التالي لهزيمة حماس قد تظهر غزة جديدة، ورؤيتي لذلك اليوم هي غزة منزوعة السلاح وخالية من التطرف. في سبيل منع حماس من إعادة تسليح نفسها في غزة وقطع خطوط الإمداد، ما كان على الجيش الإسرائيلي إلا السيطرة على محور فيلادلفي 14 كيلو مترا من الحدود البرية بين غزة وسيناء، وتشديد الرقابة على السواحل البحرية. أما لقطع خطوط الإمداد ومنع إعادة تسليح حزب الله وفق الرؤية الإسرائيلية، فهذا يعني السيطرة على نحو 375 كيلومترا من الحدود البرية بين لبنان وسوريا، والسيطرة المباشرة على مطار رفيق الحريري والميناء، وتشديد الرقابة على الواجهة البحرية للبنان. وهذا يبدو أمرا صعب المنال.